صباح النور، صباح الخير، صباح الرباح، صباح القهوة والحليب، كل شيء مع شوية قلب بركة. هو صافي ما تابعناش اختي الغدا وتابعناها. الوقت صايب سلمى الفطره ما خرجناش اليوم الفطره، كنا قلنا الفطره كل نهار عندك السيد، ساعه ما في اليوم في ما يمشي كاع، حتى الغدا مشي فطر على الطبخ. صافي صايبنا الطبخ، جات نهيله جات لينا السخره، سخرت لينا. دابا هاد الساعه نهيله هي الراجل ديال هاد الدار. الناس الحادقين فاقوا بكري. مشاو جراو حتى البحر وجات وخرجت سخرت جابت الفطور. ايوا عاد فيقت قالت لي ودوش فهمتي معايا جات وخاصنا هي نوجدو. لا انا سعيت. هادي كتسخن هاد الكاسرونه. هي هادي نعود تفتف ونصدق خاويه هي. بسم الله. سخنتي بالضبط؟ لا. ديري سخن. نسخنوه؟ انا ندير. شي يجي زوين يجي ديال الزبده نيت. فيه الزبده تذوب الزبده الراس. كنصور ريحانه واش بغات. جابت لنا البطبوط ها هو. فن. وجابت شويه التيبا وشويه كرواسه وميجفي مع ثلاث جافه. ما عرفت بالي الراجل خد منها جوج وانا درت لي وحده. ميجفي صاحبتي الفطور انتم هنا هنا زبيده بلديه اللي جبت اللي وريتكم الفيديو السابق وهنا شويه جبن. اللهم اديم هنيه مفضله من الزاوية. هذا هو فطورنا نفطروا ونخرجوا شويه وعاد ندخلوا ثاني نتغدى. انا نتغدوا برا ماشي الله يسلمك. شتاخدي؟ نتغدوا هنا ولا برا؟ شنو غاتغدي برا؟ ما عرفتش. يوم الجمعه. هي تنشوفو ديك الساعة. يلا بنات الفطرة وانتوما معانا. مهم ان شاء الله الفيديو غندي فيه الجمعة والسبت والحد ان شاء الله باذن الله. اما الدار حنا ما بصراحة ما شقيناش فيها ما طيبناش فيها زعما باش نرون. ما درتش فيها حتى حاجة. اول طياب فيها هو هذا درت فيها الفطور زوين في حق هاد البصل ديال التصوار. شتي مع الشرجم؟ مع الشرجم كبير وزوين. شتي ديما تعجبك حاجة البراني انتي ما عندكش الشرجم. يا ناري. لا ضاوية ضاوية اختي ضاوية. يلا نفطروا نتلاقاو البنات. فطرنا يا البنات وجينا جلسنا شوية خلاتها نهيلة في البلكونة. قالت لك أنا غادا البلكونة نجلس فيها شوية المشقفة. اش كتقراي الأخت؟ هذا كتاب واعر ديال روبرت كيوساكي. أنا ودات رباعي التدفقات النقدية كيفاش كتحول من الإي لإس لبي ل الإي هي الموظف الإس سمول بيزنس وبي هي بيزنس. تبارك الله على بنيتي كدوي بلونجلي. شادي على خاطر الكاسورة جات. تبارك الله على بنيتي كدوي بلونجلي كتقرا بالعربية. ضروري. جات اختي البلكونة هاربة من صداع انا لحقنا عليها. تبعني انا ما فهمتش. وبقى بوحدي. الدنيا كلها وجيت لهنايا وتبعوني هنا. وبقى بوحدي البنات. لا. شوفوا شوفوا على منظر شحال زوين. شوفوا خات بالكم الضبابة كاين الزمت. والله إلا كاين الصاد. صافي غنخرجوا شي شويه نضربوا واحد الدويره. ايوا نمشي نشوف واحد الكار كاين هنايا قال لك كيمشي نشا لكازا الا لقيتو غنمشي نقطع فيه وصافي. هانتوما بغينا نخرجوا خاصنا عام شوفوا الدنيا كيبقى تمقربله. دوزي تيا خرجي فين كنتي تنغدا نصور لكم الدار. عرفتي رحيلهم شحال ثقيل لبس جلابتي قسما بالله لبستها من قبيله وانا كنتسنى. نهيله تحركوا وهي كتلبس وهي كتحط وهي كتلبس. الدار وراي خايسه مرونه البيت وراي الصالون زعما ترجعوا ان شاء الله ونطرفوا نصور لكم. واحد الاخت كتصور لنا اي حاجه واخا انا غنخرجوا واحد القهيوه دابا زوينه غنمشي نجلسوا فيها واحد شويه ونصور لكم ونضربوا دويره ونرجعوا. ما صورتش معكم الغدا حيت غديت على برا ما صورتوش ولكن دابا غدا ان شاء الله نصور الا تغديت شي بلاصه الا تغديت الفندق نصور لكم. ناري ناري ها نهيلة شوف خليت شعري مجنون. هاتو تلبس تحط تلبس تحط عارفة حط جبت باش نلبس نحط ما جناش الحوايج بزاف حيت ما عاد تقلو جينا غير في التران وراكم عارفين واحد شويه وشويه الحوايج باليزه. جبت انا جلابسه هنا وصلحتها حتى هي هذه البنات الزرقاء وجيت بالكحله. يلا نخرج ان شاء الله باذن الله. سد ريحه تفضل. العافيه ديال الورد ترى ريحه العافيه ريحه كامل الورد. يلا سمحوا يلا شو شتو الخاوة قالت ليها الريحة أكثر من الورد عطيها غير الريحة. سديتو دا البارح سديتو درت ليه هكا هي تقول لي نهيلة أصلا فاش جريتيه راه تسد. قالت لي مازال كدفعي فيه. قلت لها مكايناش شي مغربية كتسد الباب وما كتدفعش كاينة لا مكايناش هاد البنات. ياك انتي أم مغربية؟ هنايا البنات هاد النهار انا راه مابقيت صورت لكم حتى حاجه في الفنيدق حيت مشيت في العشيه كما كتشوفوا تما راه كانت السبعه. صافي ملي طاح الظلام صافي مشينا جلسنا في واحد القهوه تما كينيه وجلست حدا الجامع
كيحمقني داك الجامع كيف فنيدق، ودزنا عندك السيد اللي معروف تما كيدير ساندويتش ديال الطون ديال بوكاديو الشمالي، دزت عندك لينا وطلعنا للدار. صافي داكشي باش ما كملتش معكم الفيديو هنا، هنا رجعت للدار ونعسنا، والغد الاخر عاد لبس جلابه اخرى غتشوفوها في الكحل، وعاد خرجت فطرت وخرجنا للفنادق. انا بلاتي صورت معكم داكشي اللي قسم الله اللي شفتو معايا، وكنتمنى الفيديو يعجبكم. وقبلوا عليا راه مصطفى اللي كيصور لي كيقاد لي ما كانش معايا، كانوا معايا البنات. المهم داكشي اللي قدرنا عليه، حنا حاولنا نخرج لكم هكا فيديو زوين، حيت واحد الاخت قالت لك بغينا زعما نشوفوا بلادنا. بلادنا زينه زينه بزاف اللي غنقول لكم، والله الا بلادنا زوينه وبزاف وبزاف وبزاف. خليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. السلام عليكم، كي داير؟ لاباس؟ كي داير مع الصحه؟ كلشي مزيان الحمد لله. بارك الله فيك، تعطيني حريشه؟ قولي 3 ايام وانت كتجي. عطيها وحده. عطيني وحده. وغدا ما غاديش ندير واقيلا في الصباح. غدا ما كتكونش نتايا في الصباح، حيت حنا غدا غادي نمشيو ان شاء الله. زعما بغيت نمشي في الصباح. صافي يلاه عطيني جوجات واخا. كيوقع لا والو. صافي ماشي صافي غدا ان شاء الله. مكرهناش نبقاو كثر، ولكن هي خدامه وهادي كتقرا. خليها بالله على خير من كيف حنا قلنا تيفوت الصيف عاد نجيو باش نلقاو الدنيا خاويه. كانت الدنيا عامره واقيلا ياك، عمرات بزاف الدنيا كانت. زعما تبارك الله هنا حيت زوين. ما تجبرك راه البصل موجود غالي، وكلشي حتى الخضره كتولي غاليه. كلشي كيولي غالي، كلشي حتى الخبز. واحد المره جينا في الصيف حتى الخبز مكنتلقاو. وهادي هادي تفاحه كتجبر سميك الصاد انت واقفين كيتسناوها تعود. ولكن راه زوين الله يرحمها. ولكن راه زوين. حنا جينا البنات لفتره، واحد الاخت قالت لي عافاك صوري الماكله وصوري الاثمنه غير باش تكون عندنا فكره. هذا فطور نهيله هاد المره، قالت لي البيض طيبوا لي. طيبوا لي حتى هادوك الزبيتينات كيحمقوا. غنسولو فين كيشري هاد الزيتون البيض. ماشي زبيده بحال ديك المره. هاد السيد سميتو عويطه، محلبات عويطه، كاينه في الشارع اللي فيه البنكات وفيه الشارع الفوقاني، ماشي على البحر اللي تابع البحر. كاين في الشوكه. في الشوكه. وهذا فطور ريحانه، هانتوما فيه كلشي، درت لها كلشي. هادو هايلة هاد المرة طيبات البيض، حيت ديك المرة كان محرحر كان خضر، ما عجبهاش بزاف. حنا متعودين ناكل البيض طيب، كانوا هايلة. وخدات خدنا عاوتاني عصير. المهم راه خارجة هي باش تبرع في الماكلة. صلاة فغوي. أنا شو صورت حيت واحد البنت قالت لي ها صوري كلشي، قلنا بعثمينة. هاد الفطور باقي ما عرفتش الثمن. هذا ب 20، العصير ما عرفتش بشحال. هذا ب 20. هذا 20 وهذا 20 وريحانه 10. هاد الخبيزه ب 10 دراهم، والله الا مخيره فنه. وجاب لها الخبز راه هو باش تاكل به، ما تاكليش واقيلا الخبز. ناكل به شويه البيض. وخرجت من عند الراجل الحرشه كما شفتو. الحرشه وحده الغدا ان شاء الله، وحده الغدا قالت لك، حيت هما الحرشه حتى الوحده عاد كتوجد. ما كينوضوش الناس بكري واخا هكا. كاينه واحد الحرشه واعره الله يعطيك. ولكن حرشته راه ماشي حرشه، راه بحال بونج. ماشي كيكه بحال حرشه. هي ماشي كيكه حلوه ولكن حرشه. ولكن عاد هو غزال ذاك الراجل الله عمره. وانا قالت لي غنهبطوا دابا الفنيدق ناخذ لي كادو نديه لي باش يبقى يتفكرني، ولكن راه راجل راجل الله يعمرها دار. سبحان الله العظيم والله القسم. سبحان الله. يلا يفطروا. انا ما خديتش البنات حيت داريني شويه، انا ما كنت زنقه كدورني في مصارني وما كنقدرش عليها. ملي كنكثر فيها كنمرض. داكشي باش ما كليت في الدار، انا كليت في الدار وخرجت، وهما راه يفطروا هنايا ماشي مشكل. بصحة وراحة نهيلة. الله يعطيك الصحة. بقات كتاكل تغلطت من يدها، حيدت المقالة. والله تزيرت عليا. تزيرت عليا. دابا قالت لي شنو ناخذ، تشيزكيك ولا الفلون؟ كنت اش باغا؟ كنت اش باغا؟ قالت لي بغيتهم بجوج. قلت لها دابا انت اليوم خذي وحدة وغدا خذي وحدة. دابا خدات هذا الفلون، هذا داير 10 درهم كيطيب. هذا هو الفلون كراميل. باللوز. كيطيب باللوز. وراه نوريكم الثلاجة. شتي الثلاجة فيها تشيز كيك بالحامض، تشيز كيك شكلاط اوريو، 10 درهم المورصو. وتا هذا 10 درهم المورصو، راه باينة فيه. حسن من ديال ديك النهار كليتي. أحسن. هذاك النهار ضعيف. أحسن. وصافي وريحانة راه ما كملاتش وخلات هزات طريف هزاتو عندها ولا خلاتو.
ريحانه ما كتاكلش بزاف. لو تقول اختي باغا نمشي ندور عندكم بس باغا ندور في الفنيضه داخل ما نمشيش طوق ريحانه. بغيتي ماشي واحد زيدي ما عجبكش هادي راه ذوقها ذوقها زفت. شكون من ماكلتك البارح؟ لا من ماكلتك البارح تعرفوا كي دايره نواه الشارع اللي حنا فيه البنات. كاين البنك الشعبي الشارع شنو نهيله واد المخازن شارع واد المخازن شنو هيدا لا لا حي كان اصلا عمري لبست خيط سراول اليوم قهرتنا هي الشيله انا صاحبتي الشيله 10 دراهم لا لا كان عندنا بحال زوينين في البرد كيجو زوينين في البرد بصح راه انا نديرو في البرد هذا وخذيه لا ناخذ واش تاخذيه انتي ما عنديش مشكله بغيتي ناخذو ما بغيتوش بصح ايوا صافي انا سويت شوف زوين شوف انا هايله زوين ياسي ما بيش سن هاد المرلي عندي كاع لا زوين راه هذوك طحانات باش هاد الطحان باش خصني نبدا مهرست لك الفوقاني ولا هذا زوين هذا شوفي لي غير اللوانات اللي فيه الكري الكري اه الكري وشويه ديال القهوه صافي ولكن متقوب من السل لا متقوب نيت متقوب شتي اش قلت لك انا شوف معايا راني عاوره ماشي مشكل ديري وانا نقلب لك ريحانه بغيتي شي بينوار جينا لبنات البار ولكن والله حتى زوين داك السيد قال لنا راه غيتحلوا بهارات خلي الزيت قالنا راه غيتحلوا اليوم 40 ريال شوف شحال زوينه صغيره هي صغيره شوف داكشي زوين شوفي هذه هذه زوينه زوينه كتحمق على هذا الوي فن هذا الشيء من لا مشي ليا من الريحانه ويلي اللي غتجي كبيره ها اللي كتبغي ريحانه خدي هذه نهيله لا ما لبسهاش شحال هنايا 20 استاذه ادبيني اختي زوين عندهم ولا كيحتارموا الناس كنت ناخذ زبده بلديه بغيت نبدا معايا قلت له عندك تنساني قالت تقول لي مسكينه هذيك المراه خديتني عندها البنات في فله حاره قالت لي انا غنفكر هاكوني هانيه لقيت باقي ماشي في الزبده ولكن زبيده زوينه لكن واحد الزبده فنه كي دايره نهيله الزبده واعر وشحال دايره البنات دايره تقريبا 80 درهم الكيلو هي بصح جينا نهار الخميس البار كان عيان ما كان والو ولكن السيد راه قال لي غيحلوه السبت بصح نيت كاع البالات محلولين جدادين بينوارات ديال البنات فنين ب 50 درهم ها حنا عندنا بينوارات ما شريناهمش ديال داك العام لبسوهم ان شاء الله لا غاتاخذيه بصح خذي لها فيه خضيطر بصح كيعجبها هي الخضر تعجبك هذا تسي جاني زوين القرونة لا حتى القرونة زوين قرونة الزراق ناخذها القرونة عرفتي هي كيعجبها الزرق صافي خذي لها زرق متأكدة كيعجبها الزرق كنت عطيتها واحد الجلابة زرقة ديالي حتى الموف كيعجبها لا الزرق لا ها جاني خضر زوين جاني خضر زوين راقي راقي بصح قلتي لي داك النهار يجيني ياك قلت لي فيه العرض لا العرض كبير العرض جيت عندك عقلتي جيت هو البارح عندك ايوه هذا مشكل الزيتي ما عنديش يخ عندي هذا كامل الاغلبيه فيهم جوج لا سبحان الله شحال فيه هذا فيه غير واحد كوبو عندي هو هذا يعني ما فيش الدوبل هذه الغابره وصافي كنبان شي حاجه غتزول لا غتزول لك 100% دابا بغيتي تجرب دابا ملي طلع عند الدرجه ما جالكش غدا هبط ها هو هاد السيد الله يعمرها دار كيف الفنايض نتو مكياج يلا خذي اش بغيتي شنو ريحه عزلتي انت باقا كتعزلي ريحه انا باش تشري ريحه خاصها تدوز على الريحه كلها عندهم هاد العصير ديال الليمون هو الحامض زوين برد عليك شويه انا خديت ساندويتش ما بغيتش ناخذ نهيلة خدات واحد كيبيعوا مقيلات ديال الكروفيت مقيله ديال الكفته مقيله الكروفيت ديالها 45 درهم وديال الكفته 30 درهم وديال الشطون ديالها 35 درهم رايحه ناخذ الدجاج وشريت باليزه الحاره شويه هذا كلشي بلاتي ها هي الشنطه بنات اللي شرينا شتو كنا جايين معنا وحده تهسكنا في الطريق وخدينا هذه 250 درهم ايوا صافي
ايوا تقديس هذا الطونج كان جابته لي اختي من برا من طاليان زوين صراحه عجبني. ها هو هذا كالفو وشريته ولكن اختي جابته بزيت العود، هذا بزيت نوار شمس جابت اختي كان بزيت العود. ايوا صافي هادشي اللي كاين دابا شويه غنطلعوا في حالنا حيت تحرك شويه البرد. البرد بزاف بك نديروا واحد المايطه نمشيو نتكاو ندوز الزريعه. انت الزرعه ديناها ديالها هي الصقعه قالت لك تلكازا فهمتي يعني ما تطبعوش. المهم تنمشي للدار نوريكم اشنو خديت البنات تا لكازا ان شاء الله باذن الله ونوريكم اشنو خديت. ها فينا البنات كريت هنا حدا هاد الدار الجمعيات صافي غير خرجت للشانطي نيشان راه البحر بس زوينه قريبه يعني ما كتمشيش بزاف عاد كتخرجي للبحر. كنا كرينا واحد الدار نمشي واحد القنيطره راه هي قنطرق قنطره قالت لي ما تقوليش قنطره قالت لي البارح في الطاكسي كقوب لا حتى هبطه قالت لي عافاك حدا القنطره الثانيه. اي نعم كنا كنقولوا قنطره الله اعلم نطلعوا من القنطره دابا ولا قنطره قنطره القنطره يا اختي اول مره كنسمع هذه السميه القنطره. عرفتي دابا هنا في الصيف كتكون بس غتكون عامره. احنا جينا واحد المره في الصيف لقينا الدنيا عامره ولقينا بصح الغلا انا ما عرفتهاش حسبي والله. نمشيو البنات للسانتر مضيق السانتر. ها البنات جينا لهاد القهوه كاينه في هذاك السانتر سانتر المضيق مضيق سانتر مضيق سانتر قهوه شنو سميتها ما نعرف. المهم راه فيها الفوق بانت لي واقيلا هي اللي عاليه هنا هي بوحدها اللي عاليه. طلعنا في الدروج ايوا طلعنا لقينا غير هذا واحد البصه محبوسه بالجاج ما كتبانش هذه الفوق ورتمينا راجعين قلنا لله حنا راه بغينا لاطيغاس الفوق قلنا راه كاينه وخاويه الدنيا. هانتوما بنات القهوه راه خاويه شوف هذا بحال دار السطح فهمتي السطح حيت الباب ديال السطح درت السطح. شوفوا البحر شحال زوين يا البنات غير هذا الصوت ديالو بوحدو كيريح. وتما هذوك الطويبلات اللي بغا الصباح بحال هكا الصباح خدينا الفطور حنا وجينا خدينا طبله وكراسه وفطرنا حدا البحر زوين منظر عليه زوين حتى. ايوا خدينا دابا تيجيبوا لنا داكشي اللي خدينا مشروبات ساخنه ناخذوا واحد الباكي ديال البسكوي ندوزوا بها. الا بغيتي نفسك صرا ديك الحلقه تور الحلقه وديري رايح انا وهيدات الحنيكات الا زعما غلاضيتي ودرتي الحنيكات زعما غلاضي ساعات ضعفك صرا ياك قلت لي خذي نفس عميق وتي حيدي داك من راسك ميمس يلاه سير اختي شكرا الله يحفظك شكرا شكرا الله يحفظك شكرا بزاف. هذا البنات كافي كريم مسكين طلع علينا كلشي وريحونا ريحانه خدات اخوتي جي دورونج شفتي لي الضو ما غير لا ضروري صحتي انت جينا فلاش وانا بغيتش ندير فلاش علاش ما بغيتيش. هذا البنات كافي كريم لا كابوتشينو ولكن هاد الكريمه اختي حيدها غنحيدها ما ناكلهاش حيت لا كليتي هادي ضرك غنمشي لذاك السبيطار اللي هي في الاخر لا ما نقدرش ناكل كريمه اختي خلي اختك تجلس تما وهي مسكينه وهي شوفي المشقفه الثانيه هي مشقفه بلا والو صحيح خليها مسكينه خليها. خدينا هاد البسكوي معنا من ماشي بسكوي كيكه من هذاك المعرض ايوا ندوزوها معاها. صباح الخير البنات كي صبحتوا لاباس عليكم كلشي مزيان صافي جمعنا حوايجنا غادي نمشيو والله ما سخين ولكن خاصنا نمشيو بحالنا غادي غادي وجالس جالس صافي طرفنا الدنيا جمعت هاد الصالون قديتو رجعتو كما كان رجعوا هادي بلاصتها صراحه انا ما شقيتش حتى اليوم عاد جمعت الدار لحقاش ما طيبنا فيها ما حتى حاجه يعني ما روناهاش الا فطور واحد اللي فطرناه فيها ما درنا فيها لا غدا ما طيبتش فيها بحق الله حيت جاي طالع ليا الطياب في راسي طالع ليا كلشي في راسي وحق الله. هذا البنات الصالون كتدخلوا مع الباب ها هو الباب انا واقفه وراه كي كتدخلوا كتلقاو هذا الصالون زي هكا كبير والله الا كبير تبارك الله تشارج مع البنات كبارين زوينين. عجبني هذا الخنجر هذا ودين هادي زوين داكشي صراحه دويره كتنهز فيها الواحد ويرتاح وما كاينش حتى الصداع وحتى الحي زوين راه صورتو لكم من البالكون حي زوين صافي انا راه حاطه ساكي ونهيله راه لها دروس خاصها تجمعو
ايوا صافي كانت غسلت شعرها وكتصيف فيه. هذا الصالون كما قلت لكم داير هنا واحد الشبيكه على حساب الصبيبطات هكا، واحد فيهم صبيبط. بالنسبه للتلفازه كاينه ولكن الويفي ما عندهمش، الويفي ما كاينش. والواحد نيت باش ينسى شي شويه، والله الا داك التليفون الا بصح حاله نساته بعدا واحد شويه. انا كنت مشارجي على قبل هكا ندخل نشوف لي كومونتير وعلى قبل القناه، وعلى قبل القناه كنت مشارجيه فوق. انا الصالون بقى ورايا، كاين هاد البلايصه هادي ها هي، ودايرين تما واحد البلاكار هكا حاطين فيه مصحف كبير ومصحف صغير، وكاين صلايات في هاد الدار. كاينين هنا جوج، وكاينين في بيت النعاس وحده مشونيشان، كاينين جوج ناموسيات وحده هنا وحده هنا. انا كنت كنعس في الصالون، كنفرج واحد المينطه وكنعس في الصالون، يعني هنا ما نعستش، كنعس طريحه هنا وفي الاخريه تجي حدايا صافي. وهنا واحد البلاكار البنات فيه المانط هما هكا على حساب يكون البارد ولا. انا شريت مانطا البنات وجدت معايا يزور وجدت معايا غلافات ديال المخاد، حيت ضروري كتلقاي بحال ريحه الراس ولا. المهم جبت معايا غلافات، وكون كان زعما عندي المركوب نجيب حتى المخاد، ولكن ما قدرتش نجيبهم حيت شويه كغادي يتقلوني. هنا النوامس راه يلاه داروهم، كانوا دايرينهم هما القدام حيدوهم داروهم حنا، ودارين نوامس جداد صافي. وعندكم هنا شرجم كيشوف الواحد بحال زنيقه صغيره. هذا البيت اللي كنت فيه من هنا كندخلوا للكوزينه، هاي الكوزينه يا البنات. صراحه انا ما شقيتش فاكي قلت لكم، هاد البراد وهاد الكيسان كانوا هنا بقاو هنا، الكوكوط ها هي المقرشه هو. حدي البنات جابت نهيله الحرشه كما شفتوا كانت خدات منها، سخنت هذا دابا بغات تاكلها نهيله، زال الحرشه بزاف صافي. وجمعت هنا فين كنت درت الفطور وداك الشيء، جمعت هاد الخوخه، هاد الخوخه هي لقيتها خمجات. دابا غنجمع كلشي حاشاكم ونخرج معايا الزبل. هادو غادي نبقاو واحد جوج تفاحات ندوه معنا نطلعوه معنا هكا في الكار. هاد الموسره ديالي وحاجته مخليتها صافي. وكما قلت لكم راه كاينه تما كاينه الصابون وكاينه البوطه وكاينه الثلاجه ها هي، خم من برا مكرفصه ولكن الصراحه الداخل فيها كلشي. هنا الزبده بلديه وداك الجبن بقى ما غاديش نديهم معايا، خليتهم هكا. ايوا صافي، ايوا صافي، هادشي اللي كاين البنات. والبلاكار ها هو فيه المويعنات، انا ما قلبتش حيت ما خدمتش بالمويعن ما قلبتش، ولكن كاينه طاجين، كاين البرمه، كاين الكوكوط، وكاين الدوشه البنات ديال الطو ديما المسخون ديما. مني جريت برونشا لينا هو البريز. هاد الدار انا كيسير 300 درهم، باقي بيت اخر نوريه لكم حتى هو زوين. شتو من هنا رايحه هنا يبان لكم الصالون، من هنا كيبان لكم الصالون. بالنسبه للبيت الاخر ها هو، باقي ما كملناش الجميع. كاين هاد البلاكار خاوي ما فيه حتى حاجه، وكاينه هنا كوافوز وتما كوافوز، وكاينه الناموسيه ها هي. هنا كانت كتنعس نهيله، هاد البوفه هنا، وكاين البالكون ها هو شتو. هذا هو البالكون اللي كنصور فيه كيشوف في البحر، ها هو البحر يا البنات. اجمل منظر هو هذا، وحق الله الا اجمل منظر انك كتجلسيني كتبقي تشوف في البحر. واليوم صباحا وغيدا البحر زاق، صباح الشميشه ملي بغينا نمشيو حنا الناس كيعوموا اليوم، ما عاموش الدريات، ولكن ما جيناش قبل العومان والله ما جينا، حيت كاين البحر الحمد لله عندنا في كازا، كاين بوزنيقه المحمديه، جينا هي باش نرتاحوا صافي. واحد الاخت قالت لي انا غادي على سبيل الضحك وصافي، قالت لي الدخول المدرسي والغلا الله يحسن العوان، والله الدخول المدرسي الله يحسن العوال الجميع. قالت لي وانت مسافره وكتقولي في اليوتيوب ما فيهش الفلوس، انا والله عمرني ما قلتها، عطيني غير شي فيديو واحد قلت لكم انا راه ما كايناش الفلوس في اليوتيوب. وثانيين غير باش نصحح لك هذه الخرجه على حساب نهيله، انا ما خلصت حتى ريال من غير داكشي اللي شريت انا هو اللي خلصته، اما الكرا والخرجه والمركوب كله على حساب نهيله، الله يخلفهم لا مضاعفين. شحال من مره وهي كتجمع وكانت دايره قرعه وجينا خرجنا، قالت لك يلاه ماما ملي قنطتي قنطتي يلاه تخرجي وصافي. تنتي الا عندك شي وليدات الله يحفظهم لك ويخليهم لك ويخدموا ان شاء الله ويخرجوك اختي، هادشي اللي كاين. ايوا صافي ها ها برا شفتوا شحال زوين الحي، زوين الحي فن. كاين بوست البوليس، كاين هنا ريستورا حداكم ديال بيتزا، كاين الحوانت كتخرجوا من هنا غير كنخرج هنا وكندور على اليسار كتخرجوا في السوق، في السوق في كلشي يعني قريب لكلشي. مازال واحد المره كنا كرينا ب 450 درهم وكرينا لداخل
كنضرب واحد شويه الطريق عاد كنهبطوا للبحر. هنا راه كرينا البنات في بلاصه زوينه كما قلت لكم ب 300 درهم، ولكن اكيد في الصيف كتكون غاليه. مع ان مول الطاكسي البارح اش قال لنا؟ قال لنا اللي بغى يجي شي شهر 4. مول الطاكسي كاين ساكن ولد تطوان، هبط مقطع في الكار ودانا مسكين وجابنا. قال لنا اللي بغى يكري كري في شهر 4، وحنا قال لك حنا كنعومو في شهر 2 وشهر 3 وشهر 4، ما كنعوموش قال لك في الصيف. وقال لنا الكرا في مارتيل 150 درهم. واحد يجي قال لك ويفوج مع راسو والكرا رخيص، ومارتيل قال لك تاكل سواء عندك فلوس كثير عندك قليله كتاكل وكتقهوى بثمن، يعني مارتيل ناقصه على المضيق في النيدق. هادشي اللي كاين. ايوا صافي قلنا لي ان شاء الله كنا غنجيو هاد المره نقولوها لك وشوف لنا شي دويره. قال لك واخا مرحبا. هادي هي الدار البنات. كانت تحت طلب الاخوات دويره، هنا كانت تحت طلب الاخوات. قلت لهم واخا دابا ندير لكم دويره وحاجهكم كاين الدوش هنا بلا ما نوريه لكم، كتحك فيه نهيله باش نخليو الدار نقيه. فيه بينوار وفيه لاشاس وفيه بيدي ومرايه ولافابو، زوين حتى هو زوين فيه كل شيء. هذا مكان غنخرجوا الفتره ومصي على واحد الزبيده بلديه غنمشي ناخذها. وعندنا الكار في الخمسه من تطوان باش نهبطوا ان شاء الله نركبوا من هنا ما لقيتش. وصافي هي البنات هادشي اللي كاين. وشكرا بزاف للبنات اللي قالوا لي فرحنا لك خديجه حيت سافرتي. الله يحفظكم ويخليكم لي ويعطيكم صحيحتكم والله يبعد عليكم ان شاء الله الخلق يا رب. صافي البنات البجلابتي لبست هاد الكحله حيت الكحل هو ديال السفر، وتوسخ لي زيفي ما صبنتوش، شريت هذا ب 20 درهم. شوفوا هاد الزيوف راهم زوينين ولكن راه فيهم الصغار وفيهم الكبار. هاد الشارة البنات راه صغير ما كبيرش، شديتو لبيتو خشيتو هنا ما تحكروش على الزيف كيما درت لي يقولوا مزيان. يلا شوفوا كي كيمشيو يجيو عليا. صافي غنخرجوا لفتره وغنخليو الباليزات هنايا حتى عيط ملي قلنا ليها انت باقي حنا معطلين حيت الركوب حتى الخمسه ودابا الوحده. غنخرجوا الفطور ونتغداو في دقه واحده. ايوا كما كنديروا راه هادشي درنا ملي جينا تقريبا ديما تيكون الفطور معطل وكنديروا فطور وغدا. صافي وندورو شي شويه ونجيب واحد الزبده خاصاني وناخذ الزيتون ونعدو من الزيتون واعر. صافي ونجيو نهبطو باليزاتنا ونمشيو لتطوان نتسناو الكارت يجي. يلا البنات خليكم معايا. اليوم خديت هذا حيت غنمشي بحالي غندوقو كتعيني، ولكن شوفو راه رجعت طيبت البيض كنبغيش خدا رجع طيبو ليا مسكين. وصافي ومشى نهيلة خدات بحالو ونهيلة هذا من نهار جاتي كتاكل فيه. مشى هيناكم البنات. وهاد الفطور كله كيطلع ب 60 درهم البنات، ريحانة وعصيرات وكل شيء. كي داير هاد التشيز كيك واعر صح تبارك هي زوينه. والفلون ديال البارح واعر والله ما كاينش اللي تبرع في هاد الخرجه حق نهيره في كرشه. ما خصك تبيني هادشي انا كنشوف فيه ما قدرتش ناكلو. ما كرهتش غير انا ما غناكلوش راكم عارفين البنات، ولكن ما قدرتش نذوقو. راه حتى هذا تفضل نختي معاك. حتى هذا فيه ليمون اللي فيه ليمون ب 1000 فرانك 10 دراهم. شوفي طرف كبير. حنا دابا جينا المحطة صافي غنمشيو. شحال زوينة وواعرة واعرة. صافي غنمشيو نركبو دابا. وهنا يا البنات صافي راه هنا ركبت في الكار، هبطت لتطوان ركبت من تطوان شديت الكار وغادا في حالي وطيح عليا واحد الضيم، ولكن كنقول الحمد لله راه خرجت وفوجت. وكان وقع لي واحد المشكل خايب وقع لي البنات، غادي نعاود لكم في واحد الفيديو بوحده للعبره والله باش ما يوقعش داكشي اللي وقع لي انا ما نبغي يوقع حتى لشي اخت. ولكن الحمد لله دازت سالمه قسما بالله اللي كنقول الحمد لله. الا صليت ودعيت الله وقلت يا ربي ديما وقف معايا يا ربي الحمد لله وبدعاويكم البنات وبرضات ميمتي عليا ديما ربي تينجيني من شي حوايج اللي كيكونوا صافي جايين ليا وخايبين. المهم دابا ندير معكم هذا الفيديو نقدر نحطو معكم هكا الغد الاخر هكا نقدر نحطو معكم نهار الخميس ما عرفتش امتى ما غنزلو معكم. ومن نوصل للدار انا غنصور لكم واحد الروتين ديالي وغنوريكم داكشي اللي تقديت كله ان شاء الله باذن الله. وغنقول لكم عاوتاني شكرا بزاف 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 الله يحفظكم والله يبعد عليكم شر الخلق اللي هو داك شر الخلق هو اللي صادفني في طنجة. انا عاود لكم كلشي ان شاء الله باذن الله. غنقول لكم السلام عليكم وخليت لكم الراحه وفي امان الله.